طبعا من هذه الاجواء الجميله نروح لعلوم الفعاليه اللي يغطيها نديبنا حمد الفياض، وهي فعاليات اليوم الاول لاسبوع المرور. هلا يا حمد، احنا معك. رجعنا لكم مشاهدينا من منطقة السد، ومثل ما تفضلت أختي في الاستديو، طبعا هذه الفعالية تعتبر الفعالية 30 لإدارة المرور، وهي فعالية الأسبوع الخليجي للمرور، متمثلة في وزارة الداخلية. وزارة الداخلية جندت كل إداراتها، وكل إداراتها متواجدة على أساس أن يكون في تفاعل أكثر. هذه الفعالية بتكون لها شقين، الشق الأول اللي هو التوعوي، اللي هو أساس فكرة الأسبوع المروري 30 لهذه السنة، والشق الثاني الترفيهي. طبعا الكل يقدر يجيب عائلته، بتبدا الفعاليات اليوم ان شاء الله بالليل، يقدرون يستانسون الاطفال. في دروس توعويه بالنسبه للسياقه، في دروس توعويه بتكون للاشارات المروريه. مثل ما انتم شايفين احنا في مكان من جزء من الاماكن اللي موجوده، هذا المكان طبعا تعليم السيارات، جميع المدارس القطريه مشاركه في هذا الموضوع. بيكون في ان شاء الله من غدا بيكون في فعاليات اكثر فيها، وبيكون في تعليم اكثر. الشق الثاني اللي هو التوعوي بتكون فيه محاضرات، بتكون فيه مدارس مشاركة، في عندنا المراكز الشبابية مثل سميسمة وذخيرة، هذين بعد بيكونون مشاركين حق المناطق البعيدة على أساس أنهم ما يقدرون يجون منطقة السد. بتكون فيه فعاليات وايد جميلة. طبعا احنا قبل ما نطلع على الهواء خذنا لفة، كان في معرض للسيارات، كان في قطار يلف طبعا على القرية بالكامل، كان في مكان خاص بالدراجات حق الأطفال، وفي مكان لتعليم السياقه حق الاطفال. طبعا اداره المرور هي مشكوره، هي اكثر تسعى الان لتوعيه الجيل من المدارس، من المرحله الابتدائيه والمرحله الاعداديه، على اساس انه يطلع جيل صالح للمرور. يعني احنا في النهايه السياقه في الشارع هي مش مجرد ان الواحد يقعد ورا سياره ويسوق، ترى لها اداب ولها ثقافات. وطبعا احنا كلنا كمواطنين ومقيمين، كل واحد جاي من ثقافة مختلفة، ولكن احنا نحاول في مثل هذه الامور ان احنا نوحد ثقافاتنا ونحن نتشارك. بيكون في وفد من الدول الشقيقة في الخليج مشارك في هذا الاسبوع، وان شاء الله هم بياخذون لفتهم اليوم ان شاء الله بالليل. بنحاول نحن نكون معاكم اليوم بالليل من برنامجكم ترحيب، على اساس بعد نعطيكم بعض التغطيات، وانتظرونا بعد خلال هذا الاسبوع بالكامل من برنامجكم الصباح رباح. بيكون لنا تغطيات خاصة ولنا فعاليات خاصة، بتكون مفاجأة إن شاء الله لكم. وهذا كان ما لدينا من منطقة السد من فعاليات الأسبوع المرور للخليج، ونرجع لكم في الاستديو. شكرا حمد يعني على هذه المعلومات، يعني معلومات وافية. وتخيلي نيلة، يعني الأسبوع الثلاثين
يعني ما شاء الله. شوفي يعني مدى التدرج في مسألة الوعي، مدى التدرج في يعني إيش كثر أنا راح أغطي هذه الحملات، راح أغطي أيضا مسألة التوعية لمختلف الشرائح من مقيمين ومن أيضا مواطنين مختلف الأعمار. يعني جهد جدا يعني نبيل أن بالفعل أن احنا نعزز الثقافة المرورية في سواء كانت على فكرة يعني اللي عرضها في شيء ممكن يكون عادي باللغة العربية يعني والفعاليات اللي موجودة أيضا بتكون إيضاح للناطقين يعني طبعا بغير اللغة العربية أخرى. نعم بلغات أخرى. فحبيت يعني صراحة اللي عرضها زميلنا حمد، وخصوصا هناك يعني هناك حملات توعوية تقوم فيها نعم. إدارة المرور سواء كانت خلال الأسبوع، أنا ما أتكلم بس يعني خلال الأسبوع المرور، أكيد هم مستمرين خلال تواجدهم في المدارس، خلال يعني حتى هناك عندهم داخل إدارة المرور نقول مدرسة صغيرة يعلمون فيها الأطفال اللي يودونهم من الروضة والابتدائي نعم. يعلمونهم الإشارات. صح. أنا من فترة رحت يعني إدارة المرور شفت هناك إشارات اللي يقف واستعد وإشارات المرور يعني إشارة الحمراء تدل على شنو، وحتى يعلمونهم خط السير. يعني هاي الحملات وهاي الأسبوع إن شاء الله يعني يكون أسبوع مفيد حق الكل، حق الكل أكيد إن شاء الله. نحب ننوه بس لمشاهدينا للافتتاح الرسمي لإن شاء الله للفعاليات أسبوع المرور الخليجي، بيكون طبعا هذا المساء يرافقه طبعا مؤتمر صحفي راح يكشف عن كل مجريات وتفاصيل هذا الأسبوع بإذن الله. حصة من التوعية المرورية، خلينا نروح لتوعية من نوع آخر واللي نظمتها الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ورشة عمل تحت عنوان رحلة التغيير، تضمنت جوانب توعوية وتثقيفية بقضايا ذوي الإعاقة بقصد إدماجهم في المجتمع. نتابعه في هاي التقرير. أهم محاور الفعالية، يعتمد المدرب على نقل مفهوم التغيير للمتدربين ومؤشرات التغيير ومعوقاته وأهم أهدافه. فريق يكون فريق تطوعي تحت مظلة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. أهداف الفريق خلق روح إيجابية في المجتمع ونقل صورة إيجابية للمجتمع عن ذوي الإعاقة، والفريق طبعا يتكون من ذوي إعاقة وأقرانهم في المجتمع. اليوم أنا أتشرف أني أنا أكون بين أخواني ذوي الاحتياجات الخاصة في أهل قطر لتقديم ورشة رحلة التغيير، لأن كل إنسان فينا سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من الناس العاديين، كل إنسان قاعد يواجه صعوبات، قاعد يواجه تحديات، لكن أخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم تحديات أكبر والمعوقات والإعاقة شوي سبب كبير. فإحنا اليوم في رحلة، هي رحلة التغيير، شلون نبدأ نتغلب على هذه الصعوبات، شلون نبدأ التغيير، شلون نبدأ نغير من أفكارنا، شلون نبدأ نتغير من سلوكياتنا، شنو أهمية التغيير وشنو المعوقات وشلون نتعامل مع هذه المعوقات. صراحة شفنا تفاعل كبير من قبل المشاركين، تفاعل مو طبيعي، أكثر من اللي إحنا كنا متوقعينه صراحة. سهولة في التعامل معهم، ناس قاعد نتعامل مع ناس عاديين ما عندهم أي إعاقة، ما عندنا مشكلة في التعامل معهم، بالعكس يعني هم أفضل منا. هو من الواضح ان التفاعل كان كبير بدليل ان الحضور يعني كان يعني عدده يعني ما شاء الله كبير، وايضا الحماس يعني واضح سواء كان يعني من الضيف وايضا من المشاركه مثل ما شفناها في هذا التقرير. الان مشاهدينا عندنا نديب قناه الريان سعود المعضيد صار جاهز وبيطلعنا اكثر على تفاصيل الموسم الثقافي في وزاره الاوقاف. مرحبا بك مجددا يا سعود. يا مرحبا يا حصة ونايلة، صبح عليكم بالخير وصبح على مشاهدينا الكرام بالخير. وأنا فعلا موجود في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأطلقت إدارة الدعوة والإرشاد الموسم الثقافي 37 واللي يحييه نخبة من المشايخ مشايخ الدعاء من أنحاء العالم الإسلامي. بنتعرف أكثر على تفاصيل الموسم الثقافي معي السيد محمد محمود مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني. في البداية هنرحب فيك ولو تعرفنا على الموسم الثقافي والمواضيع والمضمون.
حياكم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الموسم الثقافي هو فعالية من فعاليات إدارة الدعوة والإرشاد الديني، مضى عليها بفضل الله عدة سنوات الآن ونحن مستمرين على ذلك. هي من ضمن الفعاليات، فعالية تعقد كل سنة على مدى 3 أشهر بمعدل محاضرة كل أسبوع. الهدف من هذه من هذا الموسم هو يعني استهداف القضايا المهمة اللي تهم المجتمع وطرحها بالطرح اللي ممكن إن شاء الله تساهم في علاجه. فتجد مثلا في موسمنا نحن على مدى 3 أشهر نحرص أن تكون لكل شهر قيمة أو هدف معين، ويتم بناء البرنامج على ذلك الأساس. وهذا الهدف نشعر نحن من ضم يعني بسبب متابعتنا للواقع اللي نعيشه ان نحن بحاجه الى هذا الهدف. فمثلا في البدايه تجد ان في هذا الموسم بفضل الله نتناول الجانب الفكري في بعض المحاور، نتناول كذلك الجانب التربوي والأسري، وتجده مثلا في شهر 4 نتناول كذلك الجوانب اللي تتعلق بمستقبل الإسلام ومستقبل المسلمين، فتجدها في الجانب المحور الثالث. ونحرص كذلك على أن يكون الضيوف منوعين وأهل اختصاص في نفس الوقت. فمثلا في كل مادة أو كل موضوع نريد أن نطرحه نختار مين اللي مثلا له كتاب في هالموضوع، أو مثلا حصل على شهادة عليا في هذا الموضوع، أو متخصص ومشهور أنه يعتني بهذا الجانب، هو الضيف اللي نحرص على استضافته. ممكن تعرف مشاهدينا الكرام عن الأوقات، أوقات المحاضرات، وين راح يكون موقعها؟ ولو تعطينا نبذة عن أسماء الشيوخ اللي راح تشارك. طبعا نحن نشرنا هذه المطوية اللي هي الجيبية، نشرة جيبية تتناول المواضيع كلها، ففيها أسماء الضيوف وكذلك عناوين المحاضرات ومواعيدها. فنحن بدأنا بفضل الله من يوم الخميس الماضي ليلة الجمعة ومستمرين. عندنا آخر محاضرة بتكون 29/5/2014، هذه نشرة يعني منشورة موزعة، ويعني ندعو الإخوة جميعا والأخوات إلى اقتنائها. ومناسبة طيبة في جامع الإمام، أكبر جامع، وكل ليلة جمعة عندهم يعني فعالية ممكن يحضر الجميع، الأسرة تحضر في مكان مخصص للأخوات والرجال موجودين، وهي فائدة ومتعة، وفي النهاية يعني يطلع بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. الله يجزيكم خير. ولو تعرف مشاهدينا الكرام عن أهمية مثل هذا الموسم الثقافي، إيش أهميته وشون أقبل المجتمع عليه سواء في الأعوام السابقة؟ يعني أنت إذا تريد إصلاح المجتمع أو تغيير ثقافة الناس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قليل دائم خير من كثير منقطع. فالاستمرار هو الذي يساعد على تغيير الثقافة وتنشيط الناس. نحن نصب في هذا المصب في قضية تثقيف المجتمع، الارتقاء بهذا المجتمع فكريا ثقافيا أخلاقيا عن طريق مثل هذه الفعاليات، المحاضرات وغيرها، هي ترتقي بمستوى المجتمع. ونحن بفضل الله نشاهد أن مجتمعنا بفضل الله يوم عن يوم قاعد يرتقي، فتجد في كل النواحي بفضل الله ارتقاء ثقافي، ارتقاء أخلاقي، مستوى عالي، هي تصب في هذا المصب. ونبشر الإخوة جميعا أن بفضل الله القائمين على مثل هذه البرامج يعتنون بها عناية كبيرة. يعني فنحن طول العام نعتني باختيار الأشخاص المناسبين ونحترم عقول الناس. يعني اللي بيجي بإذن الله عقله محترم، لن يسمع إلا شيء يعني يرتقي بمستواه ويرتقي بثقافته ويتناسب مع الحجم اللي يعني نحن نبذله بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يعطيكم العافية، والله يجزيكم خير، والله يوفقكم إن شاء الله. حاب أنك توجه كلمة خيرة للمشاهدين. يعني هي دعوة للإخوة جميعا، يعني مناسبة بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا أقول في جامع الإمام لما تحضر في هذا المكان الطيب وليلة الجمعة، يعني الإنسان يختم هذا الأسبوع بعمل صالح يقبل عليه، يعني الوسائل كلها مهيئة، فهي دعوة للجميع للاستفادة من هذا الموسم الثقافي.
الله يعطيكم العافية والله يجزيكم خير وجعل في ميزان حسناتكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مثل ما تعرفنا على الموسم الثقافي 37 اللي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هذا اللي عندي وأرجع للأخوات في الاستديو. شكرا سعود، وشكر أيضا موصول لضيفك، ويعني فعالية جدا حلوة مثل ما ذكر، راقية في مستواها، تحترم العقول، يعني معناتها أنها هي تحتوي كل الثقافات وفعلا تهدف إلى الوصول ليعني عدد كبير. وقتها جدا حلو نيلة، كون يوم خميس وغير هذه المطوية مثل ما ذكر، المطوية الجيبية جدا عملية، سواء كانت جيبية أو ممكن يعني حتى لنا إحنا كسيدات نحط في الشنطة، وبين كل فترة وفترة ممكن أن أنا أراجع وأعرف موجودة. بالضبط. إذن الحين مشاهدينا خلونا نطلع معاكم هذا الفاصل ونرجع من بعده مع برنامج أنا مسعف مع ضيفتنا الدكتورة بدرية اللنقاوي، خلكم معنا.